نظمت الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن احتفال عيد يسوع الملك للفئة الجامعية والعاملة ومرور 30 عاماً على تأسيس الأمانة. حضره أبناء الشبيبات من كافة أنحاء المملكة، وابتدأ الاحتفال بتقديم فقرات منوعة اشتملت على سكتش يعرض شعار الأمانة الجديد لعام 2017 وهو ثبتوا قلوبكم، وتم أيضاً تكريم المسؤولين للجان الأمانة السابقة. السنة مع الشباب أخذنا شعار ثبتوا قلوبكم من رسالة القديس يعقوب الفصل الخامس الآية الثامنة، حتى نقدر نحفظ في قلوبنا نعمة الرحمة اللي أخذناها في يوبيل الرحمة السنة الماضية، ونقدر بالرغم من كل الاضطرابات من كل المخاوف الموجودة حوالينا يضل قلبنا ثابت في محبة ربنا وفي الإيمان بربنا وفي التفاؤل اللي شباب اليوم بحاجة له. لقاء جميل وحلو وكل سنة بيعملوه من شبيبات المملكة، بجمع كل شبيبات المملكة مع بعض وبيعملوا فيه نشاطات وفعاليات متنوعة. لقاء هذا السنة يسوع الملك أطلقوا الشعار اللي هو ثبتوا قلوبكم. الشعار السنة الماضية كان سنة الرحمة، فحكى لنا أبونا وسام حلو إنه نكمل بسنة الرحمة وشعار ثبتوا قلوبكم ونثبت قلوبنا على الرحمة ونضلنا دائما ماشيين على خطى يسوع. هلا شعارنا عشان نضل ثابتين بربنا ونضل ماشيين بمسيرة الرحمة اللي كنا ماشيين فيها السنة الماضية ونضل ثابتين على هذا الخط كمان. عموما المنهاج كله حلو، حتى الفقرات اللي بالبداية اللي كانت، التقديم، حتى أسلوب التقديم للشبيبات، كل شيء بديع اليوم كان. وفي القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المطران سليم الصايغ في كنيسة شهداء الأردن بمنطقة مرج الحمام وحضره عدد من الآباء الكهنة والراهبات، التأم الجميع حول الذبيحة الإلهية رافعين أعمالهم ونواياهم أمام مذبح الرب. وفي عيدة القداس استذكر سيادته بدايات تأسيس الأمانة العامة للشبيبة قبل 30 عاماً ودورها ورسالتها في متابعة شؤون الشبيبة في الرعاية المختلفة، وأشار أيضاً إلى المعاني التي يحملها عيد يسوع الملك لأبناء الشبيبة. الشبيبة لا تستغرب أن تكون جهودها وخدمتها الروحية والكنسية مجبولة مراراً كثيرة بالألم المرير، وهي تقوم برسالتها المسيحية بروح الكنيسة، بروح الخدمة المسؤولة، بروح الغيرة الرسولية. واختتم لقاء يسوع الملك بحفل ترانيم أحيته المرنمة جمانة مدور بأجواء روحية وإيمانية عميقة.